مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جواب قاطع. هذا اليوم سيكون لدينا ملفين سنتحدث فيهما، وهذا الملف الأول سيكون هو عن تشكيل الحرس الوطني، خصوصا بعد النواة الأولى التي تحدثت عن تشكيلها، وأيضا كان هنالك من توجيه في موضوع محافظة صلاح الدين وتشكيل ودعوة من قبل المشرف على الحشد الشعبي السيد فالح الفياض بتشكيل النواة الأولى. هنالك أيضا أرحب بضيفي في الاستوديو الشيخ حميد معلة المتحدث باسم المجلس الأعلى، مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا. أيضا أرحب بضيفي في الاستوديو السيد مطشر السامرائي عضو مجلس النواب العراقي، مرحبا بك سيد مطشر. أهلا وسهلا. أبدأ معك شيخ حميد. شيخ حميد، كيف يمكن أن ننظر اليوم إلى الحرس الوطني؟ هل كانت هي خطوة باتجاه الإيجاب، خصوصا بعد الحديث عن أن هذا الحرس هو كان مشروع قديم لكن جدد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. لا شك أن أي مشروع أو أي فكرة تطرح يمكن أن تقع بين تجاذبين، بين التجاذب داعم وبين اتجاه مشكك أو مستفسر. أتصور أن موضوعة الحرس الوطني واحدة من هذه المواضيع التي حصلت على مثل هذا التجاذب، لكن بشكل عام وكلي أتصور أن الاتجاه الإيجابي هو مع أهمية وضرورة تشكيل مثل هذا الحشد وهذا الحرس الذي يمكن أن ينظم بشكل قانوني لكي يتم من خلاله إيجاد الأمن المطلوب لكل محافظة. هذه العملية بالتأكيد ستخضع لدى المشرعين إلى دراسة معمقة فنية لوجستية، وذلك من أجل إيجاد وتشريع هذا القانون المهم. موقفنا في المجلس الأعلى هو موقف واضح صريح معلن، أننا مع هذا التشكيل، لكن إذا كانت هناك هواجس لبعض الأطراف فبالتأكيد نطلب من الأخوة المشرعين في مجلس النواب العراقي أن يأخذوا بنظر الاعتبار ملاحظات كل المتوجسين، وذلك من أجل سد الهفوات والثغرات التي يمكن أن يتمتع بها. طيب سيد تشر، يعني أنت كنائب عن محافظة صلاح الدين، يعني في محافظة صلاح الدين كان هنالك أيضا قبل يومين كان هناك من تصريح إلى أن تشكيل دعوة للانخراط في موضوعة يعني الحرس الوطني لكن قبل أن يشكل بقانون. هل أنتم في محافظة صلاح الدين مع تشكيل هذا الحرس الوطني وأن تكون هنالك نواة حقيقية يمكن أن تقاتل بجانب القوات الأمنية العراقية في قتالها ضد تنظيم الدولة داعش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بك وبمشاهدين قناتكم الكريمة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهذا البلد، بلد العراق، وأن يحوله من عراق إلى عراق. يعني بالتأكيد أنه الحرس الوطني إحدى النقاط التي طالت بها تحالف القوى العراقية نتيجة للإخفاق الذي حدث في الجيش العراقي، والذي طالما مرارا وتكرارا كنا نقول يجب أن يكون هذا الجيش يبنى بناء صحيح وينظر إليه أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه، أنه هو فعلا الممثل الحقيقي لكل شخص عراقي ولا تثار حوله الشبهات والشكوك. وأخيرا ما حدث من فاجعة حلت بالبلد اليوم لما دخلت داعش، ونتيجة الأموال الخيالية التي صرفت على الجيش والأسلحة وما شابه ذلك من فساد إداري ومالي وتحدث بها الإعلام، لكن نتيجة هذا الجيش الذي يعد بحدود مليون انهار هذا الجيش بسرعة أمام داعش بسرعة البرق. وبالتالي هذا يؤكد مصداقية القول على أن يعاد بناء الجيش، وعندما لم نصل إلى هذا المطلب لأسباب كثيرة يمكن لا مجال لذكرها، فلنذهب إلى الحل الآخر اللي هو الذي يحافظ على ما بقي من البلد، ونذهب إلى تشريع قانون الحرس الوطني. لأن اليوم المتتبع للشأن العراقي حتى الجيش في كل دول العالم لما يجي يصلح ياخذ منطقه منطقه، ويجب ان نكون صرحاء مع شعبنا ومع يعني مع الواقع العملي، لانه لا يمكن بعد 11 سنه ونجي نعيد الكره ونجرب. اليوم كل منطقه هي قادره على ان تحمي المنطقه الخاصه بها. طيب وبعدين من يصير امن واستقرار ستعود الوشائج العراقيه، سيعود العراقي عراقي اصلا.
طيب يعني سيد مبشر، ألا تعتبر ذلك يمكن أن يأتي ضمن ما تحدثتم عنه سابقا، وهو أن تكون هذه التشكيلات الأمنية في داخل المحافظات، يعني أقصد بذلك المحافظات اليوم التي تعاني من تنظيم داعش، يمكن أن تكون هي أيضا جزء من الصبغة الخاصة بهذه المنطقة، أقصد بذلك الصبغة الطائفية؟ إذن يمكن أن يعاد تكرار السيناريو الذي تتحدثون عنها ويتحدث عنه الطرف الآخر بأن الجيش العراقي أيضا كان بصبغة هي طائفية؟ أخي الكريم، إحنا يجب أن نكون صراحة ونتكلم بوضوح، يعني لا نضحك على الشعب العراقي. طيب إذا جينا على الدستور، الدستور واضح فيما يتعلق بتشكيل الجيش العراقي. يجب أن يكون مكافحة الأطياف بغض النظر عن اللون. طيب. القومية، الدين، الطائفة. الجيش العراقي الحالي يفتقر لهذا، وكل كل منصف يؤيد ذلك. إضافة إلى ذلك، إحنا لا نقفز على الحقائق. اليوم إحنا كشعب عراقي حالنا حال كل شعوب أكثر دول العالم، بها أطياف وبها قوميات وبها أديان وإشكال. فإحنا اليوم أنا عندما أنا أقول أنا سني والشيخ شيعي وأنت كردي وذاك تركماني وهذا مسيحي، يعني شو نظر في ذلك؟ إذا إحنا استظلنا بظل القانون، شنو المانع أن أقول الدكتور الفلان العراقي؟ إذا تذهب إلى الدائرة الأخرى تقول هذا عربي. طيب. الدائرة الأخرى تقول هذا شيعي أو سني. لا ضرر في ذلك، طالما هو كانت الغاية منها وحفظ الأمن وحفظ القانون والتعامل بمكيال واحد مع كل العراقيين. أتصور. طيب. هو الخطوة الأولى أن نبدأ منطقة منطقة، لأنه إحنا لا نقفز على الحقائق. اليوم أكو خلاف كثير وواسع، وما قادر أي واحد ما قادر اليوم يردم اللي هو إذا ما نبدأ تدريجيا. طيب. شيئا فشيئا. طيب أعود لك شيخ حميد. شيخ حميد، يعني هل يمكن أن يكون الحرس الوطني اليوم هو يعني جزء من التشكيلات الخاصة به، هي تشكيلات الحشد الشعبي، وأن يكون الحشد الشعبي أيضا هو يعني يتحدث الأغلب والطرف الآخر بأنه يمثل بعض المحافظات بتكوينها في كمحافظة، يعني بالانتماء للمحافظة وبالانتماء للمذهب الذي تشكل عليه هذه المحافظة؟ هذه الإشكالية موجودة فعلا. طيب. هناك يعني من يعترض على أن هذه التشكيلات هي ربما تؤسس إلى إيجاد تنظيمات مذهبية ومن ثم إعطائها سلاح، وبالتالي يمكن أن تكون في مرحلة لاحقة أدوات ضرر أكثر مما تكون أدوات نفع. طيب. وهذا أهم إشكال تقريبا في هذه الموضوعة كما أجاب يعني سعادة النائب. أولا، إحنا هذه الحساسيات ينبغي أن نخففها كثيرا. ثانيا، يعني مع تأكيد قناعتنا بأن المواطنة هي مبدأ حقيقي وواقعي يمكن أن تنضم تحت كافة بقية العنوانات الفرعية والهويات الفرعية. والمواطنة مبدأ الآن مبدأ صالح في كثير من البلدان التي تتلون بتلاوين مختلفة مذهبية وعرقية. استطاعت المواطنة كمبدأ أن تحفظ حقوق الجميع وأن تتكفل بتطوير وتنمية المجتمع، لكن في ظل الظروف الراهنة مع هذا التعقيد القائم لا يجد أيضا فريق آخر لا يجد بأسا في إيجاد مثل هذه التشكيلات. وموضوعة الحشد الشعبي في المحافظات الجنوبية سيكون هو أيضا حرس وطني. وأيضا ستكون التشكيلات في المناطق الغربية هي تحت هذا المسمى حرس الوطني. الحرس الوطني، وبالإمكان أن تكون هذه الصبغة القانونية الصبغة الرسمية حتى ولو كانت هذه المكونات هي من مكون محدد باعتباره سيتحرك في تلك المحافظة مع وجود هذه الحساسيات. طيب. هذا يعد الأمر حاليا مقبول، يمكن أن يكون لاحقا أن تدمج مثل هذه القطاعات. يمكن أن تكون فيما بينها دورات تعايش، يمكن. طيب. أن تكون تحت لواء يضم مثلا فوج من هذا المكان وفوج من ذلك المكان. الواقع أن نحن نعيش الآن ظرفا استثنائيا. طيب. هذا الظرف الاستثنائي يستوجب إجراءات استثنائية، وهذا واحد من هذه الإجراءات. طيب يعني كان هنالك تصريح للسيد نائب رئيس الجمهورية سيد المالكي قبل أيام، وقال إلى أن التشكيلات الخاصة والموجودة التي كانت متواجدة في الموصل كان هنالك سحب لمكون من التشكيلات، أقصد بذلك القوات الأمنية، كان سحب لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى مكون معين بأوامر من بعض السياسيين في هذه في العملية السياسية وسحبوا المكون المعين. إذن كان هنالك عدم ثقة في موضوع أن يكون التشكيلات العسكرية هي تنتمي إلى مكون معين. ألا يمكن أن يعاد هذا السيناريو مرة أخرى في الحرس الوطني؟
أخي الكريم. يعني نأتمر بإمرة الأساسة أخي الكريم. أولا الإنسان لما يفشل في إدارة أي مشروع يحاول يبرر الفشل. طيب يجب أن نكون صرحاء. إحنا كعراقيين شيعة سنة عرب تركمان، لا أستبعد شوي الكرد، لأن الكرد عندهم حالة خاصة. إحنا خصوصا العرب يجب أن نعترف أمام الشعب العراقي بأنه إحنا فشلنا في تكوين دولة. طيب وتلم كل الناس ابني وابن شيخ حميد وأخوك وعمك وتحت ظلة القانون، إحنا فشلنا في هذا. طيب ماذا تسمي الوضع الحالي؟ وضع أسوأ وضع يمر به البلد حتى بالخيال. بالخيال ما حد كان يتخيل في يوم من الأيام إنه إحنا ننسلخ من هاي العراقية وعراقيتنا، طيبتنا، شجاعتنا، كرمنا، سخاءنا. أكو واحد كل العالم يقدر يقول لك العراقي مشجع وكريم وسمح وطيبة ونبل، لكن إحنا شنو اللي جانا وخربط هاي الغزل علينا؟ طيب. إحنا بال 2003 أربعة أشهر لما جاءوا الأمريكان وسقطوا النظام، أربعة أشهر ما أكو شرطة مرور بالشارع ولا أكو حاكم ولا أكو أي شيء. شنو اللي دار العملية والناس تتزوج وتبني وتعمر وتسافر وتتاجر غير أخلاق العراقيين؟ طيب. دولة طيبة العراقيين. أنا أقسم لك بالله ومن خلال منبركم وهي فرصة للسيد العبادي، أي إنسان عراقي اليوم يجي يرفع العلم العراقي ويتعامل بعراقية كما يعرفوه العراقيين، والله لا تدود الدين كلها من قافة لقافة. أول البارحة هذا الهجوم اللي صار في صلاح الدين اللي هو الهجوم الأول، لما المواطن شاف أنه الجيش والشرطة جو أبعدوا داعش وما تعاملوا لا بطائفية ولا بكلمات، الناس كلها استبشرت خير. أخي إحنا طيبتنا عالية، بس إحنا العراقيين لما تستفزني أنا أصلك قنبلة، لكن استرضيني أنزعلك ملابس وانطك يعني. طيب. هذا هي طيبتنا. فاليوم إحنا اللي العملية اللي فشلنا بها في إعداد جيش يدافع عن البلد ما إلنا حاليا إلا أن نذهب إلى تجزئة المناطق وكل منطقة تحمي منطقتها. طيب. وأنا أؤكد لك مثل ما قال الشيخ باشر، هاي الحرس الوطني إذا جاء واحد والله وفقه وراد يقول العراق للكل، أنا أقسم لك بالله يقينا كلها لا تموع تذوب بعضها البعض ويظل العراق هو الأول والأخير. طيب طيب شيخ التخوف غير وارد. طيب يعني إذا كان هنالك حديث السيد مطشر التخوف قد يكون غير وارد وغير موجود، لماذا كان هنالك خطوات بطيئة في وقت أو في وقت الذي كان فيه يستلم السيد نور المالكي هذا الموضوع، خصوصا وأنه قد أشار لأكثر مرة بضرورة أن يكون هناك تشكيل آخر؟ يعني كان لدينا تجربة في زمن السيد علاوي، كان أيضا هنالك الحرس الوطني، ولكن اندثر هذا التشكيل بعد ذلك ظهرت الشرطة الاتحادية. التوجسات موجودة وسوف تستمر أيضا. طيب. ولا ضير في أن يوجد توجس، لكن الضير في أن يكون هذا التوجس مانعا للخطوة الإيجابية التي نقتنع بأننا بحاجة إلى مثل هذه الخطوة. بعض التوجسات مقبولة، وكما ذكرت ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار أثناء التشريع. طيب. بعض التوجسات غير مقبولة أو مبالغ فيها يتم حذفها. أنا أتصور أن موضوعة الأمن باعتبار أكو بعض الأجزاء يحتاج لها علاجات موضوعية. وهذا الذي يحصل الآن من إيجاد تشكيلات، هذه التشكيلات ستظل تحت إطار القيادة العامة للقوات المسلحة. فعلا لا يمكن أن يكون حرس وطني تحت قيادة غير القيادة العامة للبلد. هذا يوفر حماية لتلك المحافظة، عملية وجود أمن لتلك المحافظة معناه مساهمة في إيجاد أمن للعراق جميعا. طيب. يتحدث الأستاذ عن وجود إخفاقات، الاعتراف بالخطأ فضيلة كما يقال. نعم، لا بد من الاعتراف أن هناك إخفاقات، وأنا أتصور أن الحكومة قدمت برنامج حكومي تمت المصادقة عليه أثناء التصويت على الحكومة نفسها، وبالتالي اتخذ صيغة قانونية عبر التصويت النيابي عليه. طيب. أصبح ميثاقا ملزما بالنسبة للحكومة. هذا البرنامج يعد هو الوثيقة التي نحاسب أو نعاتب أو نتابع الحكومة بها، وهو يمثل بالنسبة للحكومة خارطة الطريق. طيب. بعض هذا الميثاق حصلت له أسقف زمنية، منها شهر، منها ثلاثة أشهر، منها ستة أشهر. أيضا أن هذا الميثاق يرتبط، يعني لا يرتبط كله بالسلطة التنفيذية. طيب.
ينبغي أن تجد السلطات الأخرى كالسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، ينبغي أن تفعل نفسها هي أيضا من أجل أن تجعل هذا الميثاق قابل للتطبيق. طيب فقط شيخ، في حديث عن هذه المواثيق وكان جزء من عدها أن يكون هنالك سلطة للقانون، أن يكون السلاح فقط محصور بيد الدولة. هذا ما تحدث به السيد العبادي عند وقوفه على منصة في مجلس النواب عندما أو في القاعة التي أعلن فيها عن حكومته. لكن أيضا المجلس الأعلى كان لديه من خطوات سباقة في محاسبة السيد المالكي خلال 4 سنوات وقبل 4 سنوات في خلال دورتين في البرنامج الانتخابي الذي طرحه والذي لم ينفذ في أغلب نقاطه. هل تتوقعون اليوم أن يكون أيضا التحالف الوطني، أقصد بذلك بمجمل القوى الوطنية، أن يكون هنالك محاسبة شديدة هذه المرة لكن بقرارات قد تكون قاطعة؟ لا ندري قرارات قاطعة أو غير قاطعة، لكن في الواقع نحن مع هذا الاتجاه اتجاه أننا ندعم التوجهات القائمة، نأمل بها خير، نعتقد أن مجتمعنا أيضا هو بحاجة إلى أن نرفع نسبة الأمل في أوساطه ونقلل مستويات الإحباط التي هي سائدة في أوضاع كثيرة. طيب نعتقد أن هذا البرنامج هو الفيصل بيننا وبين الجهات التي نمنحها تأييدنا. ليست لدينا تأييدات مفتوحة ومطلقة لأي أحد. طيب. يوجد لدينا تأييد واضح ومطلق وشامل وهو لهذا البرنامج، لهذا المشروع. ونعتقد أن هذا المشروع حينما تم التصويت عليه أصبح وثيقة قانونية. لكن علينا من جهة أخرى أن لا نعتقد أن الحكومة لوحدها تمتلك يعني فد أدوات سريعة من أجل إيجاد تغيرات بشكل فاقع وصارخ. نحن ندرك وأهل البيت أدرى بالذي فيه. نعتقد أن دولة فيها بعض المفاصل المتلكئة. نعذر لكننا نعاتب. طيب. ندفع لكننا نحاسب، وهكذا في عملية تبادلية من شأنها إيجاد نموذج متقدم. طيب سيد مطشر، كان هنالك دائما من حديث من قبل يعني يقارب ما بين الحكومتين في مقاربة في هذا الموضوع، يعني كان السيد رئيس الوزراء السابق سيد نور المالكي دائما ما كان يشير إلى أن معاناة لديه من الشركاء بأنهم لا يلتزمون في بعض الأحيان، هو طبعا كان لا يلتزم، طرف الآخر لا يلتزم. هل اليوم أنتم كشركاء في العملية السياسية التي يعني السيد العبادي قدم خطوات إيجابية في بعض نقاطها، هل اليوم أنتم لديكم من قناعة كاملة الوقوف بجانب السيد العبادي؟ هذا من جانب، وجانب آخر قد نقف في هذه النقطة عندما أشار بعض السياسيين إلى أننا لن نقوم بالتدخل في موضوع القتال مع داعش والحكومة لعدم عودة تجربة عندما طردنا القاعدة وبعد ذلك همشنا. يعني أتصور صفحة سوداء مرت على العراق، وإذا أردنا نعاود عليها بس حتى نأخذ العبر ونصحح النكبات اللي نكبنا بيها. وأنا أتفق مع الشيخ، يعني تكلم كلام إحنا أريد نطلع من الورطة اللي إحنا فيها. طيب. الفترة الماضية هي راح يتكلم عليها التاريخ، مو أنا راح أتكلم والعراقيين يتكلمون عليها. اليوم إحنا لو تعتبرني أني عراقي وليه مالك وعليا ما عليك. طيب. لو تعتبرني أنا مو عراقي وخلاص أنا استسلم لك. يعني هو شنو اللي إحنا نجحنا بالفترة السابقة حتى يقول لك شركاء وشركاء؟ إحنا اليوم كسياسيين أهلنا ما راضين علينا. والمالكي ما راضي علينا. هو المالكي سمع كلام شركاء. طيب. ليش هو ما كان مهمش مو بس إحنا، يعني خلينا نقول المحافظات. هو ما كان مهمش الدنيا كلها، مهمش المجلس الأعلى والتيار الصدري وانفرد بها، وبعدين هذا النتيجة مالتنا. اليوم أخي الكريم إحنا نمد إيدينا الكل مخلص في هذا البلد. طيب. الكل شخص عاقل وحكيم ويجي يعني بنية صافية لهذا البلد يطلع من الورطة اللي فيها. طيب. لا يعقل هذا بلد مثل العراق، أنت تتكلم على مو بلد عمره 100 سنة، أنت تتكلم في أرض نزل فيها آدم. طيب. آدم من نزل من الجنة أول خطوة حطها في العراق. طيب هذا الحديث قد يقود إلى أن يعني أفهم من قولك إلى أن هنالك من قناعة لديكم إلى أن وحدة العراق يجب أن تكون موجودة والعراقية موجودة. بالتأكيد. طيب. لكن هذا يسمي الدعوة إلى إنشاء أقاليم. شوف أخي الكريم،
يعني بوجود هذا الحرس الوطني يمكن أن يكون هنالك أقاليم مثل يا ما يحصل. يا أخي الكريم، إحنا يقول أتأمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب. إحنا إذا الدستور كل ما نتكلم نقول دستور. ما هو الإقليم بالدستور؟ طيب. إحنا اللي كنا معارضين على على الإقليم ويذكر الشيخ يمكن بالدورة الأولى يعني التحالف الوطني بكذا يسموه التحالف الوطني أو اسم آخر قريب من هذا هو اللي أصار على الإقليم. بعدين إحنا خلينا نجي على التجربة. طيب. يعني واحد يريد يشتري سيارة ما يعرف السيارة ناجحة ولا يروح ينزل للسوق يقول لك هاي السيارة كلها مخلتها وناجحة. الدول اللي مثلنا إحنا دول بها أثنيات وبها عراق وبها طوائف وبها أديان ما حافظوا عليها إلا بالإقليم. هاي الهند لما كانت الهند دولة واحدة طلعت باكستان طلعت أفغانستان وطلعت بنغلاديش. طيب. يا أوروبا وهاي إندونيسيا وهاي باك كل الدول أقاليم. شنو المانع أنا أسوي إقليم وأسوي أنت تجيب لي قانون خلي ابن الجنوب وابن الوسط وابن الشمال من يقف أمام القانون كأسنان المشط وش تسوي الباقي يسوي. طيب. ابني عدالة. إحنا ليش خايفين من الأقاليم؟ يعني أنت من هنا تجي يعني لا تنطيني حقوقي وتريد مني اكثر من طاقتي وبالاخير تقول لي انت ما تستجيب لي. طيب. هذا كلام مو صحيح. طيب فقط مداخله منك شيخ حميد، اذا يعني هل يمكن القول الى ان الحشد الشعبي الان في المناطق الجنوبيه والحرس الوطني يمكن ان ياتي الان في تشكيلاته ضمن المحافظات هو قد يؤسس الى فكره الاقاليم التي قد تطرح؟ اولا لا فرق ما يعني ما بين الحشد والحرس، يعني يبدو كانك تفرق. لا اقصد فقط في التسميه يعني. نعم. لا هو الحشد سيتحول الى حرس وطني. طيب. اذا تم تشريع مثل هذا القانون. اما موضوعه الاقاليم ايضا هناك يوجد خلط بين الفيدرالية وبين التقسيم. نحن كما ذكر يعني الاستاذ المجلس الاعلى كان واحد يعني من ابرز القوى السياسيه الداعيه الى ايجاد الفيدراليات الإدارية بين محافظات العراق وذلك من أجل أن تحكم المحافظات نفسها بنفسها. طيب. وصادقنا على هذا القانون ثم ذهبنا إلى إيجاد تعديلات إعطاء صلاحيات للمحافظات من القانون والتعديل الأخير الذي عدلناه إعطاء المحافظات صلاحيات إدارية وتشريعية ومالية في إطار محافظتها من أجل أن تستطيع تقديم الخدمات لتلك المحافظات وعدم وضع الأشياء كلها في عنق الدولة الاتحادية. نعم. الفيدرالية ليست تقسيم، لكن اعتراض الأخوة كان سابقا بأن الفيدراليات يمكن أن تؤسس إلى حالة تقسيمية. وقلنا إذا كان هذا التخوف موجود فنعتبر أن قانون تشكيل الفيدراليات هو أشبه بجواز سفر في جيبك يتيح لك السفر لكنه لا يجبرك على أن تسافر. طيب. ضعه في جيبك. واليوم جاءت الحاجة إلى الذين كانوا يرفضون التشكيل الأقاليم اليوم هم يطالبون بتشكيل الأقاليم. طيب. نحن هنا نعترض أيضا نتحفظ أو طيب. نرفع علامة ضوئية ليست حمراء برتقالية جرس مفادها هذه الأوضاع بهذه الطريقة حينما يطرح بها موضوعة الإقليم تشكيل الإقليم وإيجاد حرس له ثم عدم الالتفات للآخرين وعدم الالتفات إلى المسارات القانونية لهذا الاتجاه هذا يمكن أن هناك خشية من أن يؤسس إلى حالة تقسيم. لكن هناك من توجس وعدم ثقة، يعني دائما هذه القضية تطرح من قبل المحافظات التي عانت من القاعدة، فلنقل عندما كانت في موجودة في مناطقها تقول نحن طردنا القاعدة وانتهى الموضوع وقمنا بالصحوات وغيرها من التشكيلات، ثم بعد ذلك الحكومة لم تصفنا في موضوع مطالبنا. اليوم هل تطلبون منا إخراج داعش وأن لا يكون أيضا تعود هنالك من متابعة واعتقال ويعني كل التفاصيل التي تأتي؟ لا، عقلاء القوم اليوم لا يقولون يعني هذا، أنا لم أسمع هكذا حتى من بعض المتشددين إذا صح التعبير. أنا لم أسمع هكذا. والذي يريد أن تبقى داعش على صدره فليرضى بداعش لا، اليوم داعش فقدت هناك إجماع دولي عالمي على رفض هذه العصابة. طيب. وهناك إجماع داخلي على رفضها، حتى البيئات التي كانت تسمى بيئات حاضنة لقدومها فبعد أن رأت ما رأت من جرائم عصابة داعش ومن التجاوزات الكبيرة التي حصلت على المراقد وعلى النساء وعلى الطريقة الفجة التي عمل بها العراقيون نساء ورجالا وشباب، أتصور
ابتدأت تتفكك القاعدة الحاضنة أو المؤيدة لموضوع داعش. هناك رغبة واضحة لدى المحافظات أن تتخلص من داعش، وهي لا تطلب شيئا كثيرا في الواقع الآن، هي تطلب عدة وإسناد وأن يقف الجيش إلى جانبها دون أن يتدخل معها، خشية الاحتكاكات المذهبية التي يمكن أن تكون عاملا لإيجاد فتنة لاحقة. وصور هذا المطلب الآن مدروس يعني لدى الحكومة ولدى القيادة، وهي تعمل على ذلك. اليوم كما يعني سمعتم الآن في التصريح أنه في صلاح الدين تم الإعازة إلى تشكيل مثل هذه القوى، هناك قوى في الأنبار أيضا هناك دعم لها، لكن هناك عتب أن الحكومة متباطئة غير سريعة في أن توصل هذا الواقع. أن هذه المشكلة مشكلة فنية موجودة في كل الأماكن، ويوجد نقص في بعض القضايا الفنية كالأعتداء وبعض اللوجستيك، وهو ليس مقصود أنه لا يعطون أسلحة لهذا. وإذا كانت هناك محاذير سابقا أعطي سلاح لجهات عرضت أرقام، الأرقام غير دقيقة، ودعني لا أخفيك يعني ولا أعلن سرا إذا أقول أن بعض القوائم التي تقدم هي قوائم فيها من الفضائيين، ما يجعل الحكومة متحفظة أكثر من مرة على أن تسلم أشياء وأرقام ودعم لوجستيكي قبل أن تتأكد من هو الموجود على الأرض وهل هو في الواقع سيقاتل أو لا. هذه الأمور إذا تأكدت منها وهي ساعية إلى التأكد وبشكل سريع سيكون منح الأسلحة، وذلك للتخلص من هذا الشر الذي داهم العراق. طيب، فقط ننتقل إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. شعوب سعت إلى الحرية وكرامة إنسانها، أوطان غابت فيها قيم الحق والعدالة، فثار أهلها وأعلنوا أن صوتهم هو الأعلى من صوت الحاكمين. طغاة روعوا شعوبهم وأذلوها، بددوا الثروات وأورثوا أوطانهم الخراب والدمار. رغم أن الأوطان تصغر أحياناً وتصبح أداة رخيصة بيد الزعيم، إلا أن الحرية تعيد الوطن إلى أهله وتطوي صفحة الطغيان. التغيير كانت هناك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نبدأ بالملف الآخر. السيد سليم الجبوري، وسؤال لك شيخ حميد. السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي رفع جلسة القراءة الثانية للموازنة الاتحادية إلى يوم السابع من كانون الثاني. كيف يمكن أن يرى اليوم المجلس الأعلى؟ هل هو متفائل بإقرار هذه الموازنة، خصوصا أن تأخرت كثيرا وهنالك من خطوات كانت لاستعجالها لإقرارها في هذا العام، لكن يبدو أنها رحلت العام القادم؟ لا شك المجلس الأعلى يعتقد أن قانون الموازنة، كما يعتقد الآخرون أيضا، قانون الموازنة واحد من أهم القوانين في الحكومة، ويعتبر خارطة الطريق بالنسبة للحكومة لمدة عام، وهو الذي يضبط إيقاعات سير الحكومة ومشاريعها ومصادر تمويلها المالية ومشاريعها الاستثمارية و أيضا مصاريفها التشغيلية. طيب، على ضوء هذه الأهمية، وحينما لم نعثر على موازنة عام 2014
وجدنا طبيعة التلكؤ الكبير الذي واجهه البلاد وتوقف عدد كبير من تلك المشاريع، كله وضعت على شماعة هذه الموازنة. كنا وما زلنا من الداعين إلى أهمية وضرورة الإسراع بتشريع هذه الموازنة وهذا القانون. طيب يعني هذه الموازنة يعني حلت إشكاليات كان يعاني منها العراق خلال حوالي 8 أعوام، فلنقل من خلال هذه الدورات يعني كثيرا كانت هناك معاناة مع الأكراد، كان هنالك معاناة مع موضوع الميزانية التشغيلية، الميزانية التي قد يعني يتم رصدها للمشاريع، كان هنالك ملفات فساد. اليوم يبدو أنها كلها جملة واحدة انتهت في وصفة سحرية. لا هذه الأمور غير مرتبطة بالموازنة. الموازنة اليوم وكما كانت تعاني سابقا تعاني من إشكالية مفاتها أن القسم التشغيلي المرتبط بالتشغيلي هو أعلى من الاستثماري، بحيث تمثل الموازنة التشغيلية ما يقارب 80% فيما يمثل الجانب الاستثماري 20%. وهذه الموازنة يعني تسمى من الموازنات الاستهلاكية، ثم أنها تعتمد اعتماد أساسي ورئيسي على مصدر التمويل النفط. المشكلة اليوم والمأزق اليوم أن سعر النفط انخفض انخفاضا كبيرا من بعد ما كان 85 أو 100 دولار اليوم هو وصل إلى 50، ويبدو أن الحكومة قد شدت الموازنة على 60 على 60 دولار للبرميل الواحد في مقابل 3 ملايين برميل يصدر يوميا. وغير واضح بالتأكيد أن هذا السعر سيبقى على 60 أم ينخفض. هناك توقعات بأنه يمكن أن ينخفض إلى 55، وليس هناك وضوح ودقة في أن هل بإمكاننا تصدير 3 ملايين أو لا يتم. وعلى فرض أن التصدير هو 3 ملايين وأن السعر هو 60 ولا ينزل إلى أكثر من ذلك، وهو مع ذلك لا يصل إلى توفير إلى 80% اللي هي التشغيل بحيث يعني هناك عجز بواقع 23 أو 25 مليار دولار. إذن على وفق هذه إشكالية الآن موجودة. لذلك نحن اقترحنا ابتداء أن الموازنة، وقد زارنا بعض المختصين في هذا الشأن، ذكروا يعني وزير التخطيط، دعني أقول لك أن وزير التخطيط يقول بجردة بسيطة متكونة من 10 أيام استطعنا تخفيض بعض المصروفات إلى درجة 40 مليار. هذا الأمر يدعو لو أعدنا الجردة مرة أخرى، وذلك من أجل ترشيق وترشيد الكثير من المصروفات الإضافية. وتحويل بعض الأمور التي كما تعلن المالية النيابية بأنه بعض التخفيضات يمكن أن تكون مدخرات. لكن هناك بكل تأكيد مصروفات فجة وفائضة وغير طبيعية، وهي تمثل ترهلا كبيرا في الصرف. على هذا الأساس يمكن أن مجلس النواب الموقر في جلسته التي سيعقدها يوم 7/1 إن شاء الله، يعني بعد انتهاء الاحتفالات والعطل، يمكن أن يناقش هذه الموازنة مناقشة جادة تتسق مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، تتسق مع طبيعة هبوط الأسعار الذي نلاحظه. ومع اعتقادهم الكبير بوجود فساد هم الجميع يعتقد به، يمكن أن يقوموا بإنجاز كبير أمام شعبهم إن شاء الله، ويقدموا لنا موازنة ناضجة إن شاء الله. طيب سيد مطشر، يعني الميزانية يعني كانت خلال الفترة الماضية أيضا الحديث كبير، هنالك توقف كبير لعجلة فنقل الحياة في العراق بصورة كاملة، لكن هل تعتقد إلى أن القراءة الثانية ستكون هي حقيقة جزء من التقدم باتجاه إقرار هذه الموازنة؟ يعني نتحدث عن بعض الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن لا يمكن إقرار موازنة تتحدث عن أولا إنتاج هو فوق ما تم إنتاجه مؤخرا وهو 3 ملايين برميل يوميا، والآخر أن لا يكون هنالك سعر للبرميل يكون أعلى من السعر الحقيقي الذي يشكل في السوق. يعني بعض الخبراء يشير إلى أن هناك دول تحسب إذا كان البيع في ب100 يكون الحساب على 35، يعني لكن نحن ارتفعنا 10 دولارات ونحن لا نعرف السوق نزل مرة واحدة في البرميل 60 دولار، يعني 50%. الكلام على هذا
يعني هذا الموضوع موضوع الموازنة كلام يدمي. إذا تسمح لي أوضح لك بعض الأشياء حتى الشعب العراقي يكون على بينة. إحنا أخي الكريم يجب أن نقر إحنا ما بنينا دولة. من انهدمة الدولة انهدم نظام الدولة. طيب يعني العراق قبل لما يقول لك العراق أنت تعرف شنو العراق يعني؟ العراق لمن كانت كثير من الدول العربية اليوم وصلت شوط بعيد. طيب. كان العراق يعتبر قبلة. طيب. يعني مجموع ما سرق ما ضاعت من الأموال العراقية عندما كان اليهودي العراقي ساسون حسقيل وزير المالية. من السنة 21 لسنة 56 مجموعة المبالغ العراقية التي يعني لم يتمكن من أين ذهبت هي 556 دينار. 500 دينار يعني. طيب. 500 دينار ولا وليس 500 ألف. كانت الدولة إحنا بالسبعينات العراق كان ينتج تلفزيونات. طيب. وثلاجات ومجمدات. إحنا اليوم نتكلم عن النفط. ليش؟ ولو أكو تخطيط صحيح. طيب. لو أكو مجلس إعمار كما جابوه بزمن الملوكية الله يرحمهم بزمن أول سعيد. طيب. اللي قمنا نترحم عليهم. لماذا نتباكى على الماضي؟ لا يمكن أن نفعل شيئا والسياسي هو هذا الكلام أخي الكريم. المفروض إحنا اليوم تنسوي موازنة. خلاص أنا اليوم عندي أردبني بيت إليه وأنا مو مهندس معماري أجيب واحد مهندس معماري ناجح. طيب. وقلت تعال خطط لي أنا عندي هالقد. إحنا بحاجة إلى يجي خبراء يقول لك تعال حط هذا الكلام اللي ذكرته أنت هو هذا عين الصواب. معقولة أنا أبني 3 ملايين أبني الموازنة على 60 دولار للبرميل الواحد وأنتج 3 ملايين وهذا كلام ما يمكن أن يحقق اليوم. اليوم النفط جو 60 وباشر يجوز يصير 50 يصير 40 وبعدين 3 ملايين هاي إذا باشر شيء إذا صارت أي مشكلة بلعت تصدر 3. فهو مثل ما ذكر لك الشيخ إحنا جرقع بها ترقيع وهذا مو صحيح. يجب أن نبدي خطوات يعني نبدأ صحيح يعني. طيب. هاي من يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع؟ اللي يتحمل المسؤولية يعني المجازفة في الميزانية هي مجازفة حقيقية. اللي يتحمل المسؤولية الكل مجلس الوزراء ومجلس النواب عندما تأتي الموازنة ويتم التناقش مناقشة عليها فعلية. يعني يجب أن نكون صراحة اليوم الشعب العراقي ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر. طيب. وأكو تضخم وتراهل في الدولة وأكو موظفين قاعدين. الدائرة اللي تحتاج 20 أكو بها 50 3 ملايين و600 ألف موظف. إيه؟ هاي كلام مو صحيح. هو هي المشكلة الدولة أصبحت على المحاكي. يعني جاءت السيد حيدر العبادي جاء استلم هذا كارثة موجودة. طيب. هنا تعال إذا أردي بطل الموظفين هاي مشكلة. لا يقدر احنا لبنينا خطوط لانتاج النفط. طيب. يعني تصديره حتى اذا باكر ينطوني قال تصدر وما عندنا امكانيه نصدر. لبنينا لا عندنا المصانع وشجعنا القطاع الخاص. طيب. ليش شجعنا الزراعه؟ ليش شجعنا البدال؟ اذا عندنا كبريت عندنا فوسفات عندنا الاسمنت. طيب. هاي كلها مشاريع تدعم الموازنه كلها وقفناها. طيب. احنا هسه ناكل من الخارج. طيب. ونستورد من الخارج ونبني من الخارج وما في غير النفطات. طيب. في هذه النقطه 10 سنوات من العمليه السياسيه لم احد يلتفت مثلا الى ان يكون هنالك تشجيع لمثل هكذا جوانب. الاعتماد دائما فقط على النفط على النفط على النفط ولكن في جانب اخر دول اخرى يعني حتى السياحه الدينيه نحن لا نعتمد عليها بصوره مباشره في الميزانيه مع العلم ان لدينا السياحه الدينيه اذا تم الاهتمام بها فهي قد تقدم يعني دول تقف على السياحه. نحن الآن تحدثنا فعلا في عدة جوانب. يعني الجانب الأول قلنا تخفيف الفائض من المصروفات والصرف غير الطبيعي وغير المبرر. طيب. والذي كان سائدا بالسنوات السابقة هذا مبدأ ومبدأ جيد إذا تم اعتماده سيقلص الكثير من الأموال. المبدأ الثاني مبدأ تنويع مصادر التمويل الوطني. نعم. وهذا يمكن العمل عليه وكما ذكرنا أن العراق فيه فرص لتنويع مصادر التمويل. الثالث أنه القصة لا نعيش وضعا طبيعيا يعني لا أريد أن أدافع عن الموضوع ولكن القول بأننا ماذا فعلنا 10 أعوام. طيب. لو بقيت الأوضاع الأمنية متردية بهذا الشكل وبقي الخطاب الوطني موزع الحرب على داعش كان السبب من خفاق في يعني ليس الخفاق وإنما أن لا تكون هنالك ميزانية على الأقل طويل من داعش؟ الحرب على داعش يعني الحرب هي استنزاف الأموال بالعكس ساهمت إسهام كبير في توحيد الرؤية العراقية. طيب لكن مالية اتجاه على الأقل موجود عدو يكون الجميع يتفق عليه. يعني توجد إشكالات منهجية في الواقع أنا ما أحب أن أتطرق لها في طيب. هذا اللقاء داعش أسهمت في توحيد رؤية على الأقل في أولا
ضرورة وأهمية إعادة وبناء وهيكلة القوى الأمنية. طيب هذا يوفر أموال؟ طبعا. طيب يوجد أعلنوا عن أعداد كبيرة من الفضائيين. والله نعم. أول وجبة 50,000. في التسليح يوجد فساد، وفي الرواتب يوجد فساد، وفي الخطط يوجد فساد. طيب هذا كله في مال لو دخلت عليه الرقابة والتنظيم فإنه سيوفر أشياء كبيرة وكثيرة. تنوع تنويع هذه المصادر سيكون أيضا شيء مهم. طرحنا أيضا موضوع أخرى، نحن يعني في المجلس ما زلنا فيه في طور النقاش وإيصالها لهم، تقسيم الموازنة إلى تشغيلية وتحديدها بعام. طيب. والاستثمارية ويمكن أن تنفتح على أكثر من العام. وذلك لكي يبقى المبالغ دوار في هذا الموضوع ولا تتأثر تلك المشاريع. يوجد تأثير وتأثر كبير لهذه المشاريع حينما تتأخر الموازنة، لا تصل للمحافظات الحصة المطلوبة لتنمية الأقاليم والمشاريع والمحافظات. طيب. حينما ينتهي العام هي لا تصلهم إلا بعد 4 أشهر من العام. طيب. ثم تسحب منهم قبل شهرين من نهاية العام. كأنها لم تصل، إلى كأنه لا يستطيع التصرف بهذه الأموال، تعود مرة ثانية وتدخل في إطار هذه الدوامة. طيب. هذا المقترح يخلص العملية الاستثمارية من هذا الجانب. إذا خلص العملية الاستثمارية من أن لا تعيد الأموال إلى خزينة الدولة مرة أخرى، ماذا يوفر لنا؟ يوفر لنا على مرور 5 أعوام جميع عدد مهم من هذه القطاعات التي تصبح قطاعات منتجة، ومن ثم ترفت طبعًا الموازنة بأموال. طيب أموال جديدة. في لضيق الوقت فقط في سؤال وهو على عجالة لكن يحتاج إلى وقت، لكن أبحث عن إجابة مختصرة، كيف تقيم إنجاز السيد العبادي لغاية اليوم؟ الحالة بشكل منصفة، العمل لحد الآن جيد، ما يقال أنه بطيء لكن البطء مفسر ومبرر، علينا أن نشد على يديه فعلا ونطلب منه المزيد وندفع باتجاه المزيد، وأن يقوم كل منا بدوره، وفي حال وجود تلكؤ علينا أيضا أن نقول هذا تلكؤ لا نقبله، عليكم بالإسراع. طيب سيد المتشر، كيف ترى السيد اليوم للعبادي؟ احنا بالبداية داعمين للعبادي ولا زلنا داعمين، وكلام العبادي الخطوات اللي خطاها في معارضة رؤوس الفساد يعني خطوة كانت جيدة جدا، لكن نطالب الإسراع وأن يضرب بيد من حديد على الذي أوصل البلد إلى ما نحن فيه. هاي الأموال اللي نتكلم عليها وضاعت، هاي كلها في جيوب السراق، بنوا في خارج العراق مشاريع لا حصر لها. ليضرب بيد من حديد على المتطاولين على المال العام وعلى حقوق الشعب العراقي، وسيد الشعب العراقي كله يقف وياه. فرصة تاريخية للسيد العبادي أن يكون علم من علام العراق ويسجل التاريخ بصمة، أن يقف وبحزم. صحيح التركة ثقيلة، صحيح هناك أعداد غير قليلة ومعروفة ومشخصة من يسعى ليضع العصا في العجلة، ولكن خلي يشد حزامه زين، والعراقيين الخيرين كثير في الخارج وفي الداخل. طيب. كلها تريد البلد ينهض، لأنه خلاص يجب أن العراق يعود إلى وضعه الطبيعي. قراراته يعني إحنا كتحالف القوى العراقية لحد الآن هو الكلام ماله حلو ويعني وعود، لكن على الواقع العملي لا زال. طيب. لم يرى. إذا كانت ملفات الفساد قد تطال بعض الشخصيات التي الآن من محافظات التي تقف أو تقع تحت سيطرة داعش حتى في مناطقها البسيطة. لقد أهلك في من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. طيب. إذا لم يضرب بعصا بيد من حديد على كل متطاول على المال العام، من كائن من يكون، لا يمكن أن ينجح السيد العبادي. ولو جاء العراق، والله أقسم لك بالله، التقيت مع أحد الوزراء، وزراء الدول العربية، قال انطينا موازنة مال ميزانية مال وزارة الصحة وأنا عالج كل العراقيين على حسابي في البلد مالي. طيب. تريليونات خيالية ميزانية 7-8 دول، والشعب يعيش في المقابر ويعيش في النفايات. طيب. مصائب يعني واحد يتكلم ينزف قلبه، ينزف دم على هذا الشعب. فإذا لم يقف وقفة جادة وحازمة ما راح يقدر يطلع النتيجة. طيب فقط أيضا في هذا السؤال، إذا كان يطال بعض الشخصيات في حتى لو كانت بفتح حالة في الوطني قضايا الفساد، هل يمكن أن تقفوا مع السيد العبادي؟ التباني هو على أن يقوم بما يجب عليه. فقط في هذه. نعم. في كل. شكرا شيخ حميد معلا المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى، شكرا جزيلا لك. وسيد المتشر سام الرائي عضو مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم للمتابعة في جواب قاطع، نلتقي دائما على خير، إلى اللقاء.